بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية، وياريت تدعمونا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. في حالة اليوم معانا كوديكليبتول كبسول، وهو يحتوي على ثلاث مكونات فعالة مكتوبة بوصف الفيديو. ويستخدم كوديكليبتول كبسول أثناء النهار لتخفيف أعراض نزلات البرد والرعشة التابعة للحمى والأنفلونزا، ويعمل على تسكين الآلام، ويعمل كخافض للحرارة أثناء الحمى، ويقاوم الاحتقان، ويعمل على تفتيح الشعب الهوائية حتى يساعد على التنفس بسهولة، ويعمل أيضا على تخفيف الكحة الجافة والمصحوبة ببلغم. الجرعة 2 كبسولة كل 4 ساعات، لا تأخذ أكثر من 8 كبسولات في اليوم. العبوة 20 كبسولة، سعر العبوة 31.5 جنيه، مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.